رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام ومستمرين في فقرات هذا الصباح. وموقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود تجاه القضية الفلسطينية، موقف لا يتغير في دعم الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، موقف رافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ولأي محاولات للتهجير القسري لأهالي فلسطين، موقف يتحدث دفاعا عن الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، يتحدث باسم الإنسانية. موقف مصري واضح في وقت يتهرب فيه كثيرون من اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتوجيهات من القيادة السياسية. لا تزال مصر تبذل أقصى ما يمكن بتنسيق مع جهود إقليمية ودولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة والابتعاد عن سيناريو العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. وجاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديث الولادة من قطاع غزة واستجابته لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، لتكلل جهود مصر الإنسانية التي بدأت فيها منذ اندلاع الأزمة في 7 من أكتوبر الماضي بعدما سعت لفتح معبر رفح والتي شملت تصدي تصدر قائمة مانحي المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق واستقبال أصحاب الحالات الخطرة، فضلا عن تطوع الأطقم الطبية للمشاركة في علاج الحالات الحرجة. أمور كثيرة سنتحدث عنها في هذه الفقرة، فقرة استوديو هذا الصباح. ومشرفنا النهاردة الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير أستاذ عبد المهدي. صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك أستاذ عبد المهدي. وإحنا عايزين نبدأ مع حضرتك الحديث عن تذبذب المواقف المختلفة. يعني الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ثبوت يعني تام طوال عقود وليس حتى على مدار هذه الأزمة فقط، على عكس عدد من المواقف خصوصا للدول الغربية اللي حصل فيها تذبذب كبير منذ بداية الأزمة والانحياز التام وشبه الأعمى للجانب الإسرائيلي، ثم تطور هذا الموقف على الأقل إنسانيا على مدار الأسابيع الماضية. كيف تقرأ الدور المصري وثباته؟ يعني خلينا نقول باختصار وببساطة، أنا دائما بحب أبسط عشان الناس تساعد. الدور المصري ليس فيه مصلحة تناور من خلالها للحصول على مكاسب معينة. كثير من الدول تتعامل مع الموضوع الفلسطيني من منطلق المصالح، أي أنها تحاول الاستفادة من القضية الفلسطينية كورقة، وهذا يجعلها تتلاعب على التناقضات بين الفصائل الفلسطينية. مصر تتعامل بشكل واضح ليس منذ اليوم ولكن منذ سنوات في إطار القضية الفلسطينية، قضية الشعب الفلسطيني. ربما هي الدولة الوحيدة أو من الدول القليلة التي لم تغل في الدم الفلسطيني، لم تلعب على التناقضات بين الفصائل، تحاول التقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية بشكل عام، توجه تساهم وتوجه الفلسطينيين في اتجاه الصحيح. يعني أنا أتذكر، نعود إلى اتفاق مفاوضات كامب ديفيد التي ذهب إليها الشهيد القائد أبو عمار. قبل ذهابه إلى كامب ديفيد زار القاهرة كأساس تشاور مع القيادة في ذلك الوقت، لأنه هو يعتبر أنه المرشد الأساسي في لعب دور في القضية الفلسطينية هي مصر. على مدار الانتفاضة الثانية بشكل عام كانت مصر لها دور كبير في هذا الموضوع. حتى بعد استشهاده كان أيضا في فترة الرئيس أبو مازن، حاولت مصر في اختلافات التي حدث الداخلية، حاولت رأب الصدع لأنها تدرك أنه الخلاف الداخلي المستفيد الوحيد منه هو إسرائيل. بالطبع. هذه الحرب بصراحة، يعني المتابع لهذا الحرب، سمعنا الكثير من الكلام من دول مختلفة سواء عربية أو غربية، لكن في الحقيقة أكثر من بذل جهودا لمحاولة ترسيخ الكلام إلى فعل على أرض الواقع هي مصر. نعم. نسمع، أنا كفلسطيني أسمع بكثير من وسائل الإعلام مزايدات في إطارات معينة، لكن للأسف من يزايد لا يقدم شيء، لا يفعل شيء على الأرض.
هناك أزمة إنسانية كبيرة كارثة أصابت الشعب الفلسطيني سيعاني منها لسنوات طويلة. وهذه الكارثة لا يمكن فقط الحديث فيها في إطار فصائلي ولا في إطار مساعدات، يعني في إطار حلول لا ليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية. إن لم نعزز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كيف نطالبه بالصمود؟ الأشياء الأساسية، يعني في هناك ست أساسيات للحياة، ست أساسيات. الشعب الفلسطيني في غزة فقد خمسة منها: الماء، الغذاء، الدواء، العمل، الإيواء، الهواء. تبقى الهواء. الخمس أساسيات الأخرى الشعب الفلسطيني تقريبا فقدها. ما يتعامل به في خلالها في المتوفر منه هو لا يذكر. حضرتك تتحدث هنا عن التوافق الفلسطيني فلسطيني، صحيح، وده ممكن يحدث إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ أنا باعتقادي أنه لن يحدث هذا إلا إذا افتكت بعض الفصائل من الارتباط بولاءات أو مصالح خارج القضية الفلسطينية. هذه الحرب ربما قدمت درسا مهما أنه ليست هكذا تدار الأمور، وأنه لا يوجد أقوى من الوحدة الفلسطينية من أجل التحرر. لا يمكن أن يتحرر شعب دون وحدة كاملة، نعم، مهما كانت النوايا ومهما كانت الأفكار. ومن هنا كان بيأتي دائما الأهمية الشديدة، خلينا نقول، للمحاولات المصرية دائما من أجل التوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. ومصر يعني قطعت شوط كبير في هذا المجال، وكانت غالبا المفاوضات بتكون أو اللقاءات كانت بتكون هنا في القاهرة. هروح مع حضرتك لنقطة أخرى ربما تكون برضو مهمة جدا في تحول المواقف دوليا فيما يتعلق بأي جهة إلى أي جهة تنحاز، خصوصا إلى الجانب الإنساني والعقلاني من هذا الصراع. مصر بذلت جهود كثيرة جدا في إيضاح الصورة الحقيقية، وكانت دايما ربما نقدر نقول حتى صوت فلسطين إلى العالم الخارجي. شايف حضرتك كيف أثر هذا الأمر على تحول نظرة الدول والشعوب وكل صاحب ضمير حي في العالم إلى حقيقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي تحديدا؟ يعني خلينا نبدأ بالموضوع السياسي الدبلوماسي. مصر ضغطت في اتجاه فتح المعبر رفع، استخدمت خشونة دبلوماسية عندما ربطت فتح المعبر لإخراج مزدوج الجنسية أو الجنسيات الأجنبية بإدخال المساعدات. هنا كانت البداية. الخطوة الثانية كانت مؤتمر القاهرة، مؤتمر القاهرة الذي وضع أساسا لحل المشكلة من الجذور، أنه ليس الحديث عن فقط إنهاء إيقاف إطلاق النار ثم بعد ذلك نعود بعد عدة سنوات لنفس هذه التكرار نفس المشهد بنفس الطريقة وتنطلق يد إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني. يجب حل هذا الموضوع من جذوره، وحله من جذوره ليس أيضا بحلول منفردة تتعلق بقطاع غزة، كما هناك سيناريوهات قفزات في الهواء تتحدث عن فصل غزة وإدارته من أشكال مختلفة، وكأن الشعب الفلسطيني لا يملك حق تقرير مصيره. أي شيء، أي حل سياسي مرتبط أساسا بوحدة الجغرافيا، أي بحل شامل يشمل غزة، الضفة، القدس الشرقية. وأنت تتابع كما نحن نتابع أنه يوميا هناك اعتداءات في الضفة، يعني بالأمس استخدموا الطيران في قصف مكان بالرغم أنهم يستطيعون الوصول للمكان. إذن هناك مخطط إسرائيلي في هذا الاتجاه. مصر قامت بوضع اللبنة الأساسية من خلال مؤتمر السلام في القاهرة، وكان بحضور أجنبي، وكان صوت واضح متفق مع القيادة الفلسطينية. ثم بعد ذلك الزيارات التي تمت للمنطقة سواء من الإدارة الأمريكية أو من دول أوروبية، كل هذه جعلت أن هناك تغييرا في الخطاب السياسي الأمريكي فيما يتعلق بالوضع. في البداية كان بايدن يقول أنه لا يوجد على جدول الأعمال حل الدولتين، الآن هو يتحدث ويدافع عن حل الدولتين، لأنه في النهاية أي حرب وأي صراع يجب أن ينتهي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات دون إعطاء الشعب الفلسطيني مسارا حقيقيا لدولة فلسطينية. لن تستقر المنطقة حتى لو قامت إسرائيل بإقامة علاقات مع كل دول العالم، حتى مع الدول العربية.
دون استثناء فكرة استثناء الشعب الفلسطيني أو بناء جسر فوق القضية الفلسطينية وتجاوزها أمر لن يجلب لإسرائيل الأمن ولا السلام. طيب أستاذ عبد المهدي، عايز أخذ حضرتك لواقع حدثت منذ أيام. عبد الله كحيل الطفل الفلسطيني، في جانبين من الواقع دي. أولها أنه هو استغاث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يعالجه ويقف على رجله مرة تانية، وناحية تانية في استجابة سريعة جدا من الدولة المصرية والقيادة السياسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الطفل. طفل إزاي يستغيث؟ وعايزين نشوف برضو وجهة نظر حضرتك في الاستجابة السريعة. طبعا أنا أقول لك بطريقة تانية، اشمعنى استغاث بالمصريين بالضبط؟ ده الرابط الأساسي اللي الناس لازم تفهمه، أنه في رابط بين الفلسطينيين والمصريين. برغم على مر السنين كان في محاولات لتشويه هذا الرابط، ويعني هذا الرابط برغم كل هذه محاولات التشويه، إلا عندما يشعر الفلسطيني بالألم دائما ينظر إلى مصر، وهذا بيزيد عشم الفلسطينيين في الدور المصري. يعني عند مطالبة الفلسطينيين بدور أكبر لمصر، هو من العشم، هو من 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 الثقة طبعا التي يمنحها الفلسطينيين الرابط لمصر. القوي، الرابط القوي، يعني قطاع غزة بالذات في رابط كبير، رابط أول نسب، رابط مصاهرة، رابط أنه جزء كبير من أهالينا تعلموا في مصر في فترات في الستينات والسبعينات. هناك رابط كبير لا يمكن إنكاره. هناك أطراف حاولت على مر السنوات تشويه هذا الرابط، لكن طفل صغير بدون ما أن بدون أجندة سياسية، بدون أجندة سياسية وأي إملاءات ولا أي حاجة خالص، من نفسه لا يوجد لديه ثقة إلا بمصر، إنه إنقاذ قدمه الأطباء المصريين يسمع ذلك من الأهالي، يسمع إنه هناك في ثقة بشكل ما. الاستجابة الفورية هذا دليل على إنه الوضع الفلسطيني تحت المنظار بالنسبة للقيادة المصرية. أي إشارة يمكن من خلالها مساعدة الشعب الفلسطيني يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. وأنا كما تابعت منذ قليل، هناك أيضا مساعي منذ الأمس لإخراج الأطفال الخدج من قطاع غزة لاستكمال مرحلة في حياتهم في الحضانات هنا في مصر. إذن هناك في مساعدات، تتردد أنه هذه المساعدات ليست بالشكل الكافي. نعم هي ليست بشكل كافي لأن هناك 2 مليون إنسان يحتاج مساعدة. لكن هل هناك عمل لزيادة؟ هناك عمل لزيادتها، هناك عرقلة إسرائيلية بالمقابل، هناك موقف يمين إسرائيلي ضد مصر بسبب المساعدات التي تقدمها، هناك مقالات تكتب، هناك أبواق في إسرائيل تتحدث وتهاجم مصر بسبب دورها في مساعدة الشعب الفلسطيني. دائما نقول أنه صمود أي شعب يحتاج إلى تعزيز، وتعزيز صمود الفلسطينيين في غزة يأتي بغذاء، يأتي بأدوية، يأتي بإدخال وقود، يأتي بمساعدات، يأتي بنقل جرحى بأشكال مختلفة منها. طيب عن الجهود اللي حضرتك بتذكرها، خلينا أو اسمح لنا أن احنا نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين يا أستاذ عبد المهدي هذا العرض المعلوماتي عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية في الأزمة الأخيرة تحديدا، ونعود كي نستكمل حوارنا مع حضرتك.
رجعنا مرة تانية مع الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ عبد المهدي برحب بك مرة تانية. وعايزين نعرف من حضرتك من وجهة نظرك أهم البصمات اللي تركتها مصر تأثيرها الحقيقي على أرض الواقع منذ اندلاع التصعيد الأخير الإسرائيلي من 7 أكتوبر لحد دلوقتي. يعني أنا باعتقادي أنه أهم بصمة هي التغلب على الإرادة الإسرائيلية في إغلاق المعبر وقطع كل أشكال الحياة، وسائل الحياة وأسباب الحياة في قطاع غزة. أنا أتذكر أنه الوزير الإسرائيلي وزير النقل والمواصلات اسمه إسرائيل كاتس في بداية الحرب قال مبادرات إنسانية مقابل مبادرات إنسانية، أي يعني عندما قطعوا المياه والكهرباء والمواد الغذائية كل ما يتعلق بأسباب الحياة، قال هذا التصريح لكي يربط حياة الفلسطينيين بمطالبه بما يتعلق باسترجاع الأسرى والرهائن طبعا، وهو استخدام فظ لمعاقبة المدنيين، وهذا جريمة حرب بحد ذاته. مصر في هذا الإطار استطاعت أن تكسر هذه القاعدة. نعم بدأت بخشونة سياسية بمحاولات، سواء كان عبر التصريحات كانت واضحة، خطوط حمر، في النهاية انصاعت إسرائيل بشكل أو بآخر لهذه الجهود. دعينا نتحدث على مستوى الوقود الذي دخل بالأمس. كان هناك انقطاع للاتصالات في قطاع غزة لأنه الشركات التي تقدم خدمة الاتصال توقفت محطات التقوية والمقاسم، الوقود قام بتشغيل الاتصالات، عادت الاتصالات مع أهالينا بعد فقد 30 ساعة. على المستوى الطبي برغم أنه كل المساعدات الطبية لا تكفي هذا الحجم الكبير من الجرحى وكذا، إلا أنها على الأقل حافظت على عدة مستشفيات في جنوب، في وسط وجنوب القطاع ألا تخرج من الخدمة بعد أن خرجت مجموعة كبيرة من المستشفيات في غزة وشمال غزة. هذا جانب. الجانب الآخر في مراكز الإيواء وفي مناطق كثيرة هناك حاجة لمساعدات إنسانية، مواد غذائية تدخل الآن كميات قليلة لأن الحجم كبير، العدد ضخم وكبير، وإسرائيل تؤخر كثيرا، لكن هي تركت بصمة أنه بتعطي أمل للناس أنه والقصف لا يتوقف، والقصف لا يتوقف، أنه هناك محاولات ومساعي. فتح المعبر لخروج الفلسطينيين سواء كانوا مزدوجي الجنسية أو حتى الأجانب هذا يعطي أمل للفلسطينيين. الجرحى وهذا الشيء يعني أنا أعتبره من أهم الأشياء، أن هناك حالات خطيرة تستدعي العلاج هي عبء على المستشفيات في الموجودة في غزة لأنه أقصى ما يمكن تقديمه هم قدموه، بالتالي أخذ هؤلاء الجرحى للعلاج هو يخفف عن هذه المستشفيات ويخلق مكانا جديدا لجرحى او لمحتاجين بشكل اكبر. طيب هرجع مع حضرتك الى اخر الاجتماعات الرسميه، خلينا نقول اللي هي كانت دوليه والتي كانت يعني بنتكلم عن القمه العربيه الاسلاميه الاستثنائيه الطارئه والتي كانت منعقده في الرياض. كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها كانت بتذكر امر بالغ الاهميه وهو فكره المعايير المزدوجه، وان هذه الازمه ازمه كاشفه وسقطت الكثير من الاقنعه خلالها. وبالتالي عايز أسأل حضرتك من وجهة النظر الفلسطينية، ما هي أبرز الدول أو الكيانات أو المؤسسات التي سقطت في فخ المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، بحقوق الحياة، بجرائم الحرب، باتخاذ مواقف ينص عليها القانون الدولي لم يتم اتخاذها؟ يعني خلينا نقول أنه كانت هذه الحرب كاشفة لمعايير الغرب الرأسمالي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. 5 أو 6 دول رئيسية كانت تتغنى بمعايير حقوق الإنسان وكم وصلت إلى مستويات من الديمقراطية واحترام، سقطت في هذه الحرب. من ضمن هذه الدول ألمانيا التي كانت لها سمعة ممتازة بين الدول العربية وبين الشعوب العربية، فرنسا
التي تعتبر نفسها يعني حتى القانون صيغة باللغة الفرنسية، قانون صيغة باللغة الفرنسية، وأن يريد دراسة القوانين الدولية من الجهات المفضلة فرنسا. إيطاليا التي كانت لحتى فترة قريبة هي أقرب للعرب منها للأوروبيين سقطت. الولايات المتحدة مفروغ من أمرها، هي مساندة لإسرائيل على مر الوقت منذ تأسيسه، وهي الراعي الأساسي للولايات المتحدة. لكن أنا سأذكر مثال عن معايير مزدوجة ربما لم يدركها أو لم يلاحظها الكثيرين. المعايير المزدوجة ببساطة مزدوجة الجنسية. مزدوجة الجنسية ذوي الأصل الفلسطيني، هو طبعا مزدوجة الجنسية ذوي الأصل الفلسطيني لم يعاملوا مثل مزدوج الجنسية ذوي الأصل الإسرائيلي، ولم يعاملوا مثل أصحاب الجنسية الأصلية. تم تركهم في غزة بدون الضغط لإخراجهم من إسرائيل إلا بعد فترة طويلة. في نفس الوقت هذه الدول لها تقول أن لها رعاية ضمن الأسرى، يعني هو مزدوج الجنسية ضمن الأسرى استعدت أن تحارب من أجله. أنا أعرف شخصيات ومن ضمنهم بالمناسبة جنسيات بريطانية لم تسعى السفارة الخاصة بهم لإخراجهم من قطاع غزة حتى اليوم. طبعا بريطانيا لنا قصة طويلة كشعب فلسطيني، منها ابتداء من وعد بلفور وحتى اليوم، وأنا لم أنخدع يوما بكل المفاهيم الخاصة ببريطانيا. دولة الاستعمار الأولى لن تتغير، حضرتك ما ذكرتهاش من الدول، لن تتغير في 60 عاما وتصبح دولة ديمقراطية، هي ذيل أحد ذيول الولايات المتحدة بالمناسبة. وحتى الخلافات الداخلية، يعني التصويت، من شهد النقاش الذي حدث في حزب العمال والتصويت على وقف الحرب داخل حزب العمال يدرك كم أن هذه العقلية ما زالت عقلية استعمارية، لم تخرج من هذا النطاق أبدا. طيب أستاذ عبد المهدي، جهود مصر كبيرة جدا، قمم ثنائية وقمم عالمية، قمة القاهرة للسلام وغيرها، يعني مشاركات كتير جدا من مصر سواء على الصعيد الدبلوماسي أو المساعدات طبعا اللي يعني بدأت من 7 أكتوبر ولسه مستمرة لحد من لحظات، يعني مستمرة في الدخول مواد الإغاثية المختلفة. حضرتك شايف إزاي مصر ممكن تضغط بشكل أكبر إزاي لوقف هذه الحرب؟ يعني أنا باعتقادي أنه إسرائيل برغم أنه استخدامها آلة عسكرية ضخمة إلا أنه بدأت المساحات تضيق عليها، وعندما ستضيق هذه المساحات بشكل كبير جدا بالتأكيد سوف تلجأ إلى مصر لكي تبدأ عملية إخراج هذا الحالة من حالة الحرب إلى حالة مفاوضات للوصول إلى نهاية هذا الحرب. لكن الخلاف الرئيسي والذي يجعل العلاقة متوترة مع مصر أن هناك جزءا من الحكومة الإسرائيلية هو يميني متطرف لديه أحلام، أعتقد أو يعتقد أنه ما زال في فترة الخمسينات والأربعينات يريد أن يفرض يعني يفرض شكلا جديدا من التعامل، يريد أن يفرض على مصر أو على الأردن أن تقبل لاجئين، يريد أن يقوم بتهجير قسري، يتخيل أنه يستطيع فعل ذلك والتعدي على سيادة الدول والتعدي على قرارات، وهذا أمر بالتأكيد خارج المنطق. طيب أستاذ عبد المهدي، يعني إحنا وقتنا خلص في هذا اللقاء للأسف، بس عزائنا لكل أهلينا وإخواتنا في قطاع غزة وكل أنحاء فلسطين، بنقدم لهم كل التعازي، بنقدم لحضرتك كل التعازي، وبنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح.